وقعت مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للقوى العاملة وجمعية المهندسين لتطوير الكوادر الوطنية من مهندسي الصحة والسلامة المهنية في الهيئة العامة للقوى العاملة. وتهدف مذكرة التعاون الاستفادة من خبرات جمعية المهندسين من خلال إقامة الدورات وورش العمل والبرامج التدريبية للعاملين في قطاع الصحة والسلامة المهنية. اليوم تم توقيع اتفاقية ما بين الهيئة العامة للقوى العاملة والأخوان في جمعية المهندسين. هذه الاتفاقية طبعا تهدف إلى الاستفادة من الخبرات في جمعية المهندسين وتدريب الكادر الإداري ومهندسي الهيئة العامة للقوى العاملة. البداية راح تكون إن شاء الله مع المهندسين الصحة والسلامة المهنية، كون جمعية المهندسين تحت من طابع هندسي، فراح نبدأ وياهم إن شاء الله هذا التدريب. فرصة لتطوير المهندسين والمهندسات العاملين في الهيئة من خلال البرامج التدريبية وكذلك ورش العمل اللي تطرحها جمعية المهندسين بالتعاون مع المنظمات العالمية اللي تمثلها جمعية المهندسين في دولة الكويت، منها منظمة الأمن والسلامة الصحة والسلامة المهنية اللي مقرها جمعية المهندسين الكويتية، ولنا سابق تجربة في اعتماد وتأهيل مهندسين كويتي في هذا المجال للارتقاء في المهنة والارتقاء في خدمة المجتمع وكذلك الارتقاء فيما تقدم الهيئة العامة للقوى العاملة.